هلا رح نيجي على بارت 4 في Ethics in Pharmacy Practice. في هذا البارت رح نناقش كيف نعمل تحليل للإثيكال ديليما كيسز، ورح نحكي عن الأسايمنت المطلوب منكم تعملوها كجزء من متطلبات النجاح في هذا الكورس. لما بدك تاخذ قرار فيما يتعلق بمعضلة أخلاقية، مهم جدا to gather relevant facts من ناحية what law applies and what codes are available. بدنا نشوف ايش في قانون بحكم القرار اللي بدي اخده، وبدنا نرجع لقانون الدواء والصيدلة اللي ان شاء الله رح نحكي عنه بعد نهاية جزء الاخلاقيات، وبدنا نشوف ايش الكودز الموجودة في المدونة البيضاء لممارسة مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالمعضلة اللي عندي. بعدين we need to identify all the individual parties involved and attempting to balance their disparate interests. مين اللي موجود في المعضلة الأخلاقية؟ أنا كصيدلاني، colleagues آخر من مثلا المهن الصحية، patient مثلا، إذا بدي أشوف مين هم البارتيز اللي داخلين معي في هاي المعضلة، بدي أسأل حالي what could I do in this situation؟ إيش الأوبشنز المتوفرة؟ إيش القرارات المتوفرة؟ إيش ممكن أعمل؟ ممكن يطلع أكثر من شغلة ممكن أنا أعملها. يجي السؤال الآخر what should I do in this situation؟ أوكي؟ في عنا أكثر من شغلة ممكن أنت تعملها، بس إيش هي الشغلة اللي لازم تعملها؟ عندك تعرف إنه وين أوكم تعرفوا when applying ethical principles the principles involved should be identified. إذا أنا مثلاً بطبق autonomy, beneficence, non-maleficence, justice لازم أعرف شو هو الـ principle اللي أنا عم بطبقه. ثانياً asking whether any of these are in competition and whether one principle should take priority over another. يعني ممكن تكون أنت عندك autonomy non-maleficence، هدول two principles موجودين بهاي الكيس. طيب إيش لازم أختار؟ الأوتونومي وإني أحترم رغبة المريض، ولا non-maleficence اللي هي مش لازم أأذي المريض؟ أحياناً في two principles بكونوا competing with each other، وأنا لازم أختار اللي هو الـ principle اللي إله priority. فلما يكون مثلاً autonomy ودو نو هارم أو non-maleficence، أكيد لازم أختار non-maleficence. في الـ ethical decision making بشكل عام there is no right and wrong answers to situation، لكن في عندنا better and worse ways of dealing with them. الطريقة اللي رح ناخدها في عملية تحليل المعضلات الأخلاقية هي موجودة على النت في هذا الويب سايت، يمكنكم الرجوع إلها. طبعا أنا أضفت إلها شغلات أخرى زيادة، لكن كان المين فريم مأخوذ من Ethics in Pharmacy من الويب سايت اللي انتم شايفينه، فالدوكيومنتيشن تول مأخوذة منه مع إضافات أنا ضفتها على الدوكيومنتيشن تول، راح أحكي لكم عن الإضافات اللي ضفتها لما نيجي عليها. لما بدنا نحل المعضلة الأخلاقية، الخطوة الأولى we need to identify and respond to the feeling that something is wrong. بيكون المعضلة الأخلاقية بتكون حاسس فيه إشي خطأ، في قرارين عندك ومش عارف شو تاخد أنه قرار. Step 2 collect more information، حاول اجمع information فيما يتعلق بالناس اللي هم involved بهاي المعضلة. زي ما حكينا حاول اعرف شو هي الـ code of ethics اللي لازم تتطبق، شو الـ medical principle الـ principles اللي لازم برضو أطبقها، هاي step 2. Step 3 بدك to determine the ethical problem، انت جمعت طيب ايش هي بالنهاية المعضلة الاخلاقية، بدك توضحها. لنفرض مثلا اجاك patient بده دواء abused، اوكي انت تعطيه ولا ما تعطيه؟ اذا المعضلة الاخلاقية هون ان اني اعطيه الدواء او ما اعطيه الدواء، اوكي. Step 4 seek a resolution، بدك تحاول تاخذ قرار بناء على دراستك للمعلومة، سواء من ناحية إيش الـ Code of Ethics وإيش الـ Regulation تتعلق بالموضوع وإيش الـ Medical Ethical Principles. Step 5 work with others to determine the best course of action. دائما بنصح إنه لما بدك تاخذ قرار في معضلة أخلاقية
وحتى تشوف الصورة الأعم والأشمل. حلو إنك تناقش هاي المعضلة الأخلاقية مع زملائك في العمل أو حتى مع زملائك خارج العمل. وهلأ وسائل التواصل الاجتماعي صارت مفتوحة للجميع، وممكن تكتب هاي المعضلة وتشوف آراء الناس في هذا الموضوع حتى تأخذ صورة عامة وشاملة عن الـ best course of action. وآخر step، document your decision making process, final decision and outcome. حلو إنك تخلي في عندك documentation لإيش كان قرارك بهيك ethical dilemma والقرار اللي أخذته وبناء على إيش أخذت هذا القرار. وحلو إنه كمان هذا القرار اللي أخذناه ممكن نناقشه ونحطه مع زملائنا في الصفحات المتعلقة بالمجال تبعنا حتى نعرف الناس كيف إحنا حللنا هاي الـ ethical dilemma من ناحية إنه حللنا الكود، شفنا شو الكود of ethics that apply، شفنا شو اللو that apply، وشو القرار تبعنا بناء على مناقشتنا مع الآخرين. نناقش الخطوات اللي ذكرناها في السلايد السابق. حكينا الخطوة الأولى we need to identify and respond to the feeling that something is wrong. مثلا consider asking yourself some of these questions. Is the patient's autonomy being breached? هل أنا أثرت على الـ patient autonomy؟ شرحنا في سلايدات سابقة شو يعني الـ autonomy. اسأل حالك am I considering the patient individual wishes and values؟ هل أنا ماخذ بعين الاعتبار الـ values تبعت الـ patient، محترم الـ الثقافة تبعته وإيش هو بده؟ طبعا هذا الـ autonomy. لكن نفس الوقت حكينا الـ autonomy ممكن يتعارض مع الـ do no harm، فبدنا نسأل حالنا Am I maximizing benefit while minimizing harm for the patient? اللي هو the principle تبع do good and do no harm. لأنه أحياناً the patient بده الدواء، لكن هل هذا في مصلحته؟ هل هذا for his own well-being ولا رح يؤذي هذا الدواء؟ If you find that some of the ethical principles discussed earlier are being breached, then you likely have an ethical dilemma on your hand. فإذا وجدنا إنه إحنا لما بدنا ناخد قرارنا هذا القرار في إنه ethical principle رح أخليه يتغلب على ethical principle تاني، ساعتها أنت أمام معضلة أخلاقية وبدك تشوف أنو ethical principle اللي هو الـ priority إني أخده في عين الاعتبار. كمثال بعيده، إذا كان عندك الـ autonomy، الـ patient autonomy والـ non-maleficence، أكيد الـ non-maleficence هو اللي لازم يكون الأساس في أخذ القرار. الخطوة الثانية حكينا we need to collect more information، دور على تفاصيل فيما يتعلق بهاي المعضلة الأخلاقية. Who is involved؟ أنت والمريض، أنت وزميلك في العمل، أنت وطبيب، أنت وممرض. When did this occur؟ أنت حصل هذا؟ وين الواقع اللي حصله؟ هل بالصيدلية، بالمستشفى، بأماكن مثلا مع الزملاء في النقابة، بأي مكان ممكن أنت تواجه معضلة أخلاقية. How have others responded to the dilemma؟ دور واسأل كيف كان استجابة الآخرين لمثل هذه المواقف اللي بتواجههم من خبرتهم. ممكن دور على ناس عندهم خبرة في هذا الموضوع أو إنهم واجهوا هيك معضلة أخلاقية سابقاً وكيف تصرفوا. So we need to collect and organize all these facts عشان تقدر تأخذ قرار. Step 3 Determine the ethical problem. شو الethical problem؟ What exactly is the dilemma؟ Identify what the source of the concern is. وين أنت حاسس فيه إنه شغلة مخليتك تشعر إنه في إشي غلط؟ مثلاً لنفرض إنك كنت في مستشفى والبيشنت تبعك ما بيحكي لغة الناس اللي بيعملوا بهاي المستشفى، وحاسس مثلاً إنه هذا البيشنت ما عم بيتم الاعتناء به لأنه ما عم بيحكي نفس اللغة أو هو من ريس مختلف. هل هذا هو الconcern تبعك؟ مثلاً هاي ممكن ethical dilemma تشوفها، تحس إنه في concern، you are not feeling comfortable بهذا الوضع، في إشي غلط. أو مثلاً اللي نفرض أنت كنت دكتور صيدلي بالمستشفى والطبيب بده يبلش warfarin لهذا البيشنت، وأنت عارف إنه البيشنت is bleeding، في عنده مشكلة، في عنده bleeding. طب هنا في ethical dilemma، الطبيب بده يبلش إشي وهو البيشنت عنده مشكلة، لازم أول إشي to tackle this problem قبل ما يبلش المريض، قبل ما يبلش هذا العلاج. So once you have identified exactly what the problem is, you are on the right track to begin tackling the dilemma. إذا بدك أول إشي to identify وين أنت حاسس في معضلة أخلاقية، وين حاسس إنه في إشي of concern لإلك، وين you are not feeling comfortable، ساعتها بتكون حطيت إيدك على الإثيكال ديليما عشان تبلش تعرف كيف بدي to tackle this dilemma.
هلأ بدك بعد معرفة وين هي الإيثيكال ديليما وبعد معرفة مين الأطراف اللي involved بهاي الإيثيكال ديليما, you need to seek a resolution. How to resolve the dilemma? You need to consider the following. You need to consider the four principles of medical ethics. اللي حكيناهم الأوتونومي, justice, beneficence, and non-maleficence. You need to go back to the code of ethics اللي هو بالنسبة لنا في الأردن المدونة البيضاء اللي هي مدونة أخلاقيات ممارسة المهنة اللي قلنا فيه زيها موجود بأمريكا. وبدك كمان تشوف شو اللو, شو قانون الدواء والصيدلة في هاد الإيثيكال ديليما شو بيحكي. So you need to know the regulation which govern the profession of pharmacy. وبرضه بدك تاخد في عين الاعتبار ال financial concerns when you want to seek a resolution. الخطوة الخامسة, you need to work with others to determine the best course of action. لازم تتذكر انه قرار اللي بدك تاخده في المعضلة الأخلاقية شبيه حتى بالقرار لما أنت عندك مثلا مشكلة لها علاقة بالدراج ثيرابي وشو أفضل علاج لهذا المريض. يفضل الواحد أنه دائما ياخد قراره بناء على collaborative approach, بناء على أنه يسأل الأشخاص اللي هم بنفس الفيل. So never make decisions regarding ethical dilemmas on your own. It is similar to collaborate to the collaborative approach of solving drug therapy problems. We should collaborate with other healthcare providers when encountered with ethical dilemmas. لما أنت تخلي الناس ناقشهم بهاي الإثيكال ديليما وتسمع آرائهم, involving others in your decision-making process helps you filter out any personal biases you may have but do not recognize. يعني ممكن أنت تكون مش منتبه على شغلة, أنت بدك تاخد قرار, هذا القرار في نوع من البيرسونال بايازز, فأنت لما تناقش هذا الموضوع مع الآخرين وتاخد وجهات نظرهم أنت ممكن تنتبه على هذا الموضوع. So consulting with others protects you from making any rash, uninformed, biased or paternalistic decision. بساعدك أنك تبتعد عن biased decision أو paternalistic, لأنه إحنا قلنا ما بدنا نتصرف بطريقة paternalistic في المهن الطبية. غلط الواحد يتصرف بطريقة paternalistic. Paternalistic يعني you are not taking in consideration the autonomy تبعت the patient. حكينا الأوتونومي من أهم الميديكال إثيكس اللي هم four principles: autonomy, non-maleficence, beneficence, and justice. فإذا أنا بدي أتصرف بطريقة paternalistic وأفرض على المريض القرار أو الرأي تبعي, هون أنا تصرفت بطريقة paternalistic. So your decisions will be thoughtful, well informed, and sensitive to all members involved in the ethical dilemma. لما أنت تناقش هذا الموضوع مع الزملاء الآخرين في المهنة. وآخر إشي, you need to document your decision making process. كيف أنت أخذت القرار, كيف وزنت بين ال principles وال code of ethics والقانون, شو ال final decision وشو ال outcome. وهذا رح تتعلموا إن شاء الله الحكي لما نستخدم ال documentation tool اللي حنحكي عنه إن شاء الله بالسلايدات القادمة. رح نناقش cases في الفارماسي براكتس. هاي الكيسز أنا مخديتها من كتاب اسمه Case Studies in Pharmacy Ethics لروبرت فيتك and أمي حداد. هذا الكتاب بتقدر تنزلوه as a PDF من الإنترنت. خلال هذا الكتاب راح تشوفوا إنه فيه مناقشات لعدة كيسز بتواجه الصيادلة بنفس الأسلوب العلمي اللي أنا حكيت لكم عنه. كتير في كيسز, في بالجينيتك كونسلينج مثلا, ان فيترو فيرتيلايزيشن, انتي بايوتيك فور تشايلد اوتايتس ميديا, كيسز متنوعه بتقدروا تطلعوا عليها وتزيدوا ثقافتكم في مجال كيف الواحد ياخذ قرارات اخلاقيه في سيناريوهات مختلفه بتواجه الصيادله. اللي بالنسبه للاساينمنت اللي حابب ممكن يطلع على كيسز من هون وياخذها ويحللها بالاسلوب اللي انا هعلمكم اياه. هلا ان شاء الله حاعطيكم كيسز من هذا الكتاب, حنناقش تو كيسز بالأسلوب اللي أنا هحكي لكم عنه. فحلو كتير إنكم ترجعوا لهذا الكتاب تقرأوا الكيس زي ما أنتوا شايفين وتشوفوا كيف المؤلفين محللين هاي الكيس. خلينا نقرأ هاي الكيس اللي هي عنوانها What should be behind the counter. Jose Emilio PharmD was a relief pharmacist for several independent pharmacies.
يعني إيميليو بيشتغل إنه بارت تايم بغطي كمناوب مثلاً، إذا في فارماسيست بده ياخد إجازة فهو بيجي بارت تايم بغطي بهاي الفارماس. On a Sunday afternoon when Dr. Emilio was on the only pharmacist was the only pharmacist on duty, كان إيميليو يوم أحد أوكي طبعاً، فكان هو الصيدلي الموجود on duty. A patient asked him to help her find the ropitussin. إذن في إجا patient على الصيدلية وبده ropitussin. دكتور إيميليو أو إيميليو yes took the patient to the allergy and cough and cold remedy section of the store. أخذوا على السكشن اللي فيه الأدوية تبعت الـ OTC تبعت الحساسية وتبعت السعلة. He wanted to make sure that she used the ropitussin with dextromethorphan. However, he could not find any products with dextromethorphan on the shelf. إذن أخذ الست على الشلف اللي مفروض موجود فيه over the counter cough remedy. الروبيتوسين في مادة dextromethorphan وهي مادة controlled substance وممكن يساء استخدامها. طبعا دكتور إيميليو بده يبيعها بما أنها هي over the counter هذا الدواء. دكتور إيميليو went back to the pharmacy office to call the owner. راح على يرجع عشان يحكي مع صاحب الصيدلية يسأله وين الروبيتوسين. الأونر اللي هو ألين رايان، he is a farm D to find out where the dextromethorphan products were located. Dr. Ryan told Dr. Emilio, I decided to place all products with dextromethorphan behind the counter because I do not feel that patients should be able to have easy access to such a potentially harmful medication without careful counseling. Make sure you tell that customer about the potential risks. Also make sure that she really needs the drug before you give it to her and only sell her one bottle. صاحب الصيدلي ريان كان مقتنع انه صح هذا OTC drug لكن في مادة الدكستروميثورفان وهي مادة ممكن to be abused، فكان قناعته انه صح هي OTC لكن انا ما بدي احطها على الشرط تبع OTC، بدي احطها بالوراء الكاونتر عندي ولما يجي واحد يطلبها لازم اعمل الكونسلينج الصح، لازم اكون مفهم المريض شو البوتنشال ريسك، لازم اتاكد انه فعلا هو بحاجه للدواء وما اعطي غير وان بوتل. طبعا دكتور ايميليو واز كونفيوزد اند سموت انجري از هي هانج اب ذا فون. ما كان عاجبه دكتور ايميليو راي دكتور رايان. Dextromethorphan has been approved for over the counter use. بنظر ايميليو انه طالما هو approved for over the counter use خلص ما في داعي نحط ورا الكاونتر. دكتور إيميليو did not feel it was necessary to counsel a customer on a drug that had been judged safe for consumer usage. كان مقتنع انه ما في داعي عمل كونسلينج دكتور إيميليو. Also, he wasn't sure that Dr. Ryan had the legal right to control the use of an over-the-counter product merely because of personal concerns. Dr. إيميليو handed the customer the bottle of ropitussin and stated, I guess they just haven't had time to restock the shelf. إذن هاي الكيس تحكي عن صيدلاني مناوب إجا حل محل صيدلاني صاحب الصيدلية. صيدلاني المناوب إجته وحدة بدها دواء للسعلة اسمه روبيتوسين، هذا في مادة الدكستروميثورفان وهي مادة ممكن يصير لها أبيوز. وطبعا هاي المادة هي OTC يعني ممكن تأخذها من غير وصفة، لكن هاي المادة ممكن يصير في عنا أبيوز لاستخدامها تماما زي بعض أدوية السعلة الموجودة في الماركت اللي فيها برضو بعض صحية OTC لكن ممكن كمان يساء استخدامها. فدكتور إيميليو كان خلاص بده يروح على الشلف على المنطقة اللي فيها دواء روبيتوسين ويعطيه للمريضة. ما لقيه فاتصل بالأونر تبع الصيدلية. الأونر تبع الصيدلية قال له صح هذا OTC لكن أنا قناعتي إنه بما إنه ممكن يعمل هارم للبيشنت لازم أتأكد أول شيء إني عملت كونسلينج صحيح لهذا البيشنت، وتأكدت إنه هو فاهم البوتنشال هارم وكمان أتأكد إنه فعلا هو بحاجة إله وما أعطيش أكثر من وان بوتل. بالنسبة لدكتور إيميليو كان مش مقتنع، بقول لك لا طالما OTC أنا ما بدي أعمل كونسلينج والمريض اللي بدخل عين رح أعطيه هذا الدواء بغض النظر هو محتاجه أو مش محتاجه. خلينا نناقش الكيس اللي ذكرناها عن دكتور إيميليو حسب الدوكيومنتيشن تول اللي موجودة هون. زي ما قلت لكم هاي الدوكيومنتيشن تول موجود بالويب سايت اللي ذكرته، وبالنسبة لإلنا احنا حنستخدمها لكن حنضيف عليها إضافات لما بدنا نعمل الأسايمنت، حنحكي عن الإضافات ليتر بس خلينا نستخدمها هلا لمناقشة هاي الإيثيكال ديليما.
What is the ethical dilemma? الethical dilemma إنه في عنا صيدلاني بده يبيع أو يعطي دواء، هذا الدواء OTC يعني مسموح يعطيه لمريض، ولكن بنفس الوقت بده يعطيه من غير ما يعمل كونسلينج ومن غير ما يتأكد إنه المريض فعلا بحاجة إله، خصوصا إنه هذا الدواء معروف إنه ممكن يصير عنا abuse لاستخدامه. هاي الethical dilemma. What ethical principles are involved? الأوتونومي. الأوتونومي تبعت البيشنت إنه هو بده هذا الدواء. أوكي، طيب ماشي. البيشنت wishes to take this drug. هل في جاستس؟ لا، ما إلها دخل بالجاستس. نيجي على البينيفيسنس أند نون ماليفيسنس. هل إعطاء دكتور إيميليو الدواء لهذا المريض من غير ما يتأكد إنه فعلا بحاجة إله، ومن غير ما يتأكد إنه المريض فاهم شو الكونسيكونسز السايد إفكت الممكن تصير حتى لو إنه أوتو سي، هل هو في بحقق البينيفيسنس للمريض؟ هنا في عنا مشكلة إنه لا، ممكن بالعكس، ممكن نعمل ماليفيسنس يعني نعمل هارم. إذن هنا عنا البينيفيسنس والنون ماليفيسنس انفولد. إذن عندي أوتونومي وعندي بنفس الوقت البينيفيسنس والنون ماليفيسنس، هدول principles involved في هاي الإثيكال ديليما. طبعا you need to discuss and consult with your colleagues and friends. هلا احنا بهاي الكيس عم نناقشها مع بعض عشان نشوف شو الأفضل. طبعا لو أنا بالكلاس كنت رح أسألكو شو برأيك لو كنت أنت صيدلاني بالصيدلية وإجتك هيك الحالة، رح تتصرف زي دكتور إيميليا ورح تبيع عادي من غير ما تعمل كونسلينج، من غير ما تهتم إنه هذا البيشنت فعلا بحاجة إله أو إنه عم بيستخدمه لأغراض أخرى مثلا أغراض الإدمان، ولا رح تعمل زي صاحب الصيدلية رايان اللي هو كان حريص جدا على مصلحة المريض وكان حاطت هاي الأدوية حتى لو إنها أوتو سي وراء الكاونتر وبعطيها بس للمحتاج فعلا إلها بعد ما يعمل لي بروبر كونسلينج. لو إحنا موجودين بكلاس عادي كنت رح أسألكم وأسمع منكم آراءكم، لكن أنا اعتبروني أني أنا هلأ عم بطلب منكم تفكروا لو حطيتوا بهيك موقف أنتوا رح تتصرفوا تصرف مين، إيميليا ولا تصرف ريان. What other factors have you considered? Legal issue, financial concern. كليجل issue أنت ما رح to violate any legal issue لأنه بالنهاية هذا الدواء هو over the counter وبالتالي مش مطلوب يكون فيه وصفة، فأنت هون حتى لو أعطيت المريض هذا الدواء أنت still تشتغل legally. Okay؟ فهي رح تكون case legal وممكن تكون ethical و unethical، فهون بدك تشتغل legal و ethical. الفاينل ديسيجن تبعنا ليجل وإيثيكال إنه إحنا بدنا نشتغل زي دكتور رايان اللي هو حريص على مصلحة المريض، وإنه صح إنه المريض الأوتونومي تبعته بدي أحترمها وبده الدواء، لكن بالنهاية أنا مطلوب مني أعمل نون ماليفيسنس وما أدي المريض. فهون إذا أنا عملت زي دكتور رايان وأعطيت هذا الدواء لمستحقي فقط مع البروبر كونسلينج أنا اشتغلت ليجل وإيثيكال. إذا اشتغلنا زي دكتور إيميليو اللي هو مش فارقة معه طالما إنه OTC ياخده هالمريض وهو حر من غير كونسلينج من غير ما نتأكد إنه المريض بحاجة إله، هون اشتغلنا legal و unethical. Another case we want to discuss from the same book. What is in the best interest of the patient? 18 months ago, John Wilson was in an automobile accident that resulted in head trauma. After an acute hospitalization, Mr. Wilson responded fairly well to an extensive rehabilitation program. إذا Mr. Wilson عانى من حادث سيارة أدت إلى أنه يعمل له هيد تروما، صار له دخول للمستشفى وبلش يتحسن بعد ما عملوا له rehabilitation وعلاج طبيعي. The only residual damage from the injury was grand mal seizure activity. صار عنده seizure activity which was adequately though not completely controlled with phenytoin, sodium and valproic acid. إذا نتيجة الخبطة اللي صارت على الرأس صار عنده حالات السيجر اللي هي التشنجات اللي ممكن تصير عنده، صح هي ما قدروا يعالجوها لكن قدروا يسيطروا عليها عن طريق دواء الفينيتوين صوديوم and valproic acid. Mr. Wilson wanted to return to work with the private roofing contractor with whom he had been employed for 10 years. هلا بعد الحادث بده يرجع مستر ويلسون يشتغل على شغله، كان يشتغل زمان مع شركة مقاولات بناء وأسطح روفينج كونتراكتر، كان له 10 سنين بيشتغل قبل الحادث مع هاي الشركة. ويلسون spoke with the owner of the roofing company اللي هو اسمه مارك أدمسون about returning to work. Are you up to it? John Mark asked. Sure, Mr. Wilson replied. I'm just liking you. إذا راح على المدير تبعه اللي كان يشتغل عنده قبل الحادث قال له أنا خلص أموري تمام بدي أرجع على الشغل. Later that week, Mr. Wilson returned to his neighborhood pharmacy for a refill on his anticonvulsant medication. إذن
قام راح على الصيدلية عشان ياخذ صيدلية الحي عشان ياخذ ريفيل لدواء تبع التشنجات. In the course of filling the prescription, Mr. Wilson told the pharmacist that he had returned to work at the roofing company. حكى للصيدلاني أنا رجعت على عملي في البناء. The pharmacist Ralph Jenkins, PharmD, was more than surprised because he knew that Mr. Wilson was not completely seizure-free on his present medication regimen. Dr. Jenkins asked Mr. Wilson if he had told his employer about the possibility of seizure activity. No way, Mr. Wilson replied. I know when I'm going to have a seizure because I get this funny taste in my mouth and then I get dizzy. If that happens, I go find a safe place to lie down. إذن الصيدلاني كان عنده concern إنه مستر ويلسون مش مخبر المدير تبعه في البناء إنه هو عنده سيجر. وطبعاً هاي شغلة مش إشي سهل إنه يجي سيجر هو على السطح مثلاً أو هو بمرتفعات. فالصيدلاني حكى له أنت خبرت المدير تبعك؟ حكى له لا طبعاً لا، وأنا بعرف أنت بيجيني سيجر، بصير عندي funny taste in my mouth وبصير dizzy، فأنا خلص إذا إجت هاي الأعراض على طول بروح بسرعة على مكان آمن وبستلقي عشان أحضر حالي للكونفولجنس. دكتور جينكنز is troubled by Mr. Wilson's response. He knows that the American Pharmacist Association Code of Ethics states that a pharmacist promotes the good of every patient in a caring, compassionate, and confidential manner. Okay? إذن الصيدلاني صار concerned. تذكر الأمريكان Pharmacist Association Code of Ethics اللي حكينا عنهم وقارناهم مع Code of Ethics عندنا في الأردن. مهم جدا إنك أنت دير بالك على المريض بطريقة confidential. يعني ما بصير أنت كصيدلاني تروح تطلع أسرار المريض. دكتور جينكنز feels it would be in Mr. Wilson's best interest to warn Mr. Wilson's employer about the potential for grand mal seizure activity. Yet, he doesn't want to hurt Mr. Wilson's reputation or ability to work. إذن الصيدلاني صار بمعضلة إنه أنا لازم يتخبر المدير عشان بالنهاية يحمي مستر ويلسون من إنه يصير عنده لا سمح الله إصابات خطيرة في العمل، لكن بنفس الوقت الكود أوف إيثكس بيحكي إنه إحنا لازم نحافظ على الكونفيدنشاليتي تبعت المريض. إذن ويلسون had a convulsion while working on a roof، حكينا رح تكون مشكلة، أوكي؟ كمان دكتور جينكنز is certain that Mr. Wilson's employer would be held at least partially responsible should Mr. Wilson sustain an injury. يعني كصاحب عمل كمدير عمل لو صار لمستر ويلسون إصابات في العمل أنت كمدير للعمل برضو حيكون عليك جزء من المسؤولية القضائية. So the code of ethics seems unclear about the ethically correct course of action in this type of situation. إذا كصيدلاني أنت محطوط أمام معضلة أخلاقية. الكاستمر تبعك جاي ياخذ دواء للتشنجات وخبرك إنه رجع على العمل في البناء. أنت عارف إنه وجود تشنجات وحصولها خلال عملية البناء أمر خطير جدا على الشخص نفسه. أنت صرت هلا مش عارف شو تعمل. Code of Ethics بقول لك لازم to serve the patient in a confidential manner. لكن بنفس الوقت انت عارف انه هذا خطر على البيشنت تبعك وخطر كمان على المدير تبعه لانه بالنهايه حيتحمل مسؤوليه قضائيه في حال صار عنده شيء. فشو لازم تعمل؟ تعمق حللها بنفس الاسلوب اللي حللنا في الكيس السابق. بالنسبه للاسايمنت وكيف نعبيها رح احكي لكم عنها بفايل اخر لانه صعب ادخل تو ديفرنت ميديا بنفس الفايل. راح نحكي عن الدوكيومنتيشن تول وكيف نستخدم المدونة البيضاء وقانون نقابة الصيادلة وقانون الدواء والصيدلة في الأردن لعمل الأسايمنت بعد نهاية هذا السكشن. هيك بكون خلصت الجزء الأول من مساق أخلاقيات وتشريعات صيدلانية. حكينا عن أخلاقيات ممارسة المهنة. إن شاء الله راح نبلش بالمحاضرة القادمة نتحدث عن التشريعات الصيدلانية والقوانين اللي بتحكم ممارسة مهنة الصيدلة عنا في الأردن اللي بلشنا طبعا جزء منها هلأ لما ناقشنا الدليمة اللي هي قانون الدواء والصيدلة وقانون نقابة الصيادلة، لكن إن شاء الله راح نحكي عنهم بشكل موسع أكثر في المحاضرات القادمة. ويعطيكم ألف عافية وبتمنى إنكم إن شاء الله تتوفقوا بامتحان الميد إكزام الأسبوع القادم.